طيب دلوقتي مشاهدينا خلونا نبدأ بأخبارنا كالمعتاد، وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح اللي ما بينها أو من أهمها أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى امبارح وتلقى اتصال من بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اللي أشاد سيادته فيه بالتطورات الملحوظة والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات. وخلال الاتصالات أو خلال الاتصال قال رئيس الوزراء البريطاني أن مصر بتعد أحد أهم شركاء بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كمان سيادة الرئيس استقبل امبارح برونو لامير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وأكد سيادته أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، وكمان أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير التعاون المشترك في ضوء الزخم المتواصل اللي بتشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا سيادته أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، ومعربا عن التطلع لتعميق وتطوير أفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلا عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة. من جانبه نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكدا حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ومشددا على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين في يونيو 2021. وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، خاصة في قطاعات النقل وتصنيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية وتدوير المخلفات وإنتاج الهيدروجين الأخضر. من أخبار مؤسسة الرئاسة تعالوا نروح دلوقتي لمجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح واللي بنرصدها من خلال التقرير التالي اللي فيه مجموعة من الأخبار، يمكن أهمها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع وشهد الاجتماع الثالث للجنة الخاصة بمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، بالإضافة لمتابعة ملفات عمل وزارة البترول والتأكيد على توافر المنتجات البترولية عند مستويات آمنة، بالإضافة الأخبار تانية هنتابعها في التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أهمها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التوجيهات اللي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية علشان ضمان توافر السلع للمواطنين، ده غير التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الخاصة ببيع السلع خلال شهر رمضان. كمان الدكتور مدبولي تابع ملفات عمل وزارة البترول وأكد على الأهمية الكبيرة اللي بتوليها الحكومة لملف توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية في ظل الظروف العالمية اللي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية. وخلال الاجتماع كمان تم التأكيد على توافر المنتجات البترولية عند مستويات آمنة.
امبارح أيضا شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية، وده لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي قال إنه في علاقات صداقة قوية للغاية ما بين مصر وفرنسا، وده بينعكس على تمتع البلدين وارتباطهم بمستوى عالي من التقارب. أيضاً امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ميرسك العالمية، وده علشان إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.